جلس النبي عليه الصلاة والسلام يوما بين أصحابه، فإذا برجل قد كبر سنه ورق عظمه واحدودب ظهره حتى سقط حاجباه على عينيه، وأقبل يتوكأ على عصا حتى وقف بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. نظر الصحابة إليه فإذا رجل قد أكلته السنين والأيام حتى صار هرما، فإذا به بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. قال: يا رسول الله، أرأيت رجلا عمل الذنوب كلها فلم يترك منها شيئا وهو إلى ذلك، يعني مع ذلك ما ترك حاجة ولا داجة إلا أتاها، ما فيه معصية ذاهبة أو راجعة إلا أتاها، لو قسمت خطيئته على أهل الأرض لوسعته. يا رسول الله، فهل لذلك من توبة؟ وجعل الرجل يتكئ على عصاه وقد احدودب ظهره حتى كاد ذقنه أن يلتصق بصدره وينتظر الجواب. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم بصره إليه وهو يعلم أن الله تعالى قال: ورحمتي وسعت كل شيء. فقال عليه الصلاة والسلام: هل أسلمت؟ قال: نعم نعم. فقال عليه الصلاة والسلام: يغفر الله لك. قال: يا رسول الله، وغدراتي وفجراتي؟ قال: وغدراتك وفجراتك؟ قال أنس: فولى الرجل ظهره إلينا وجعل يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. قال: فوالله ما زلنا نسمع تكبيره حتى غاب عنا.